نشرة المسائية من القناة الثانية كالعادة نستهلها بالعنوان. المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لكأس إفريقيا للأمم. وفي انتظار حسم التأهل في الجولة المقبلة، الجماهير المغربية تابعت بشغف أجواء المباراة. في النشرة نرصد لكم الأجواء من الدار البيضاء، العيون، أكادير وفاس. وتتابعون بالرياض، انطلقت أشغال الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي. سنتوقف عند سياقه وأهدافه مع ضيفنا عادل برزوق، أستاذ في الاقتصاد. ونختم مع تتويج مسرحية تكنزة قصة تودا في مهرجان المسرح العربي بالعراق. مخرج المسرحية أمين نصور سيكون ضيفنا. مرحبا بكم. نستهل نشرتنا بالخبر الرياضي ونتوقف عند ملخص المباراة التي جمعت اليوم المنتخب المغربي بنظيره الكونغو الديمقراطي بسان بيدرو، حيث تعادل الفريقان بهدف لمثله، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. نتابع هذا التقرير لأسماء سلوان. في الجولة الثانية يشد التنافس بين المنتخبات، هكذا هو الحال في مباراة المغربية أمام كونغو الديمقراطية. والجميع هنا يعرف أن المواجهة أمام الفهود لن تكون بالسهلة. رغبة الأسود كانت واضحة منذ البداية، الدقائق الأولى كانت سريعة. أشرف حكيمي هز شباك منتخب الكونغو الديمقراطية. يلا يا حكيمي، أشرف حكيمي. وصل المنتخب المغربي ضغطه في المباراة، وكاد يضيف الهدف الثاني في مناسبات عديدة، إلى أنه لم يتمكن من ذلك. ومع نهاية الشوط الأول أهدر سيديريك باكامبو مهاجم كونغو الديمقراطية ركلة جزاء. بون كنا باغيين نربحوا، بدينا مزيان الماتش، عندنا الفرص باش نقتلوا الماتش، ما كانوش. ومن بعد رجعنا في ديك دوزيام ميتون شوية ان بو دو فاتيك شوية ديليتانت، هادو اللي دخلوا كانوا يقدروا يديروا كثر. على عكس مجريات الشوط الأول، عامل الطقس الحار والرطوبة أثر على مردودية لاعبي المنتخب المغربي وتراجعت فعاليتهم الهجومية، ما مكن المنتخب الكونغولي من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب سيلاس. مواجهة أول منتخب في إفريقيا صعب للغاية، أنا فخور بفريقي، اقتنصنا نقطة ثمينة. انتهت المباراة على وقع التعادل، نتيجة أجلت الحسم في مصير أسودي الأطلس الجولة الأخيرة للتأهل كمتصدر لمجموعته. وأجواء المباراة عاشها عن كثب موفد القناة الثانية أسامة العبادي، الذي ينضم إلينا كعادته كل مسائية أحد بفقرته الرياضية، لكن هذه المرة من سان بيدرو. مساء الخير أسامة، كيف تابعت المباراة؟ اهلا بك بشرى. اذا هي مباراه لم تكن سهله بالنسبه لاسود الاطلس. المنتخب الوطني حاول تحقيق الاهم وسط طقس حار ورطوبه عاليه. يمكن القول ان هذا هو العنوان الابرز لمواجهه اليوم. المنتخب الوطني بصم على انطلاقه صحيحه، وهدف اللاعب اشرف حكيمي والتوقيت الذي جاء فيه سهل كثيرا ماموريات المنتخب الوطني، حيث لم يعد ابناء الركراكي مطالبين ب أخذ مبادرة الهجوم، بل اعتمدوا على الرسم التكتيكي 4-1-4-1، وهو الأسلوب الذي يدافع به الناخب الوطني الركراكي ليتحول في حالة الهجوم إلى 4-3-3، وثلاثي الهجوم هو زياش بوفال ونصيري، هذا عند الضغط على الخصم. المنتخب الكونغولي حاول الاستحواذ وخلق الكثير من الفرص. الأمر كان طبيعيا بشرى، لأنه ببساطة منتخب يلعب آخر أوراق الحفاظ على آمال مروره للدور الموالي. ومع توالي الدقائق جاء هدف التعادل لصالح منتخب الكونغو. ومن الجيد بشرى اللعب أمام منتخب ينهج أسلوبا هجوميا عكس منتخب تنزانيا، هذا سيخدم مصالحنا من أجل إصلاح النواقص، وذلك قبل الدخول في مرحلة خروج المغلوب. كما أن الآن وجب أخذ الحذر من السياق مع المنتخبات التي نواجهها في اللعب بعنف، لأن الأخيرة كل ما تريده هو إخراج لاعبينا من المباريات، كما يجب أيضا تفادي البطاقات خصوصا المجانية منها بشرى. ماذا عن ردود يعني فعل اللاعبين بعد المباراة؟ إذن اللاعبون كانوا يريدون حسم أمر التأهل للدور القادم والاقتراب أكثر من تحقيق الحلم الإفريقي، غير أن المباراة مرت في ظروف مناخية خاصة، وبالنسبة لهم هذه المباراة انتهت
والآن بدأ التفكير في المواجهة القادمة أمام منتخب زامبيا، وهذا ما سنتابعه في تصريح للعميد رومان سايس. في الشوط الأول بدأنا بشكل مثالي، سجلنا مبكرا، كان بإمكاننا توسيع الفارق. في الشوط الثاني تراجع مستوانا وضيعنا النقاط بسبب أخطائنا. من الجيد جدا أن يقع هذا السيناريو الآن، الظروف لم تكن مواتية. سنسترجع النقاط التي ضاعت في اللقاء الثالث، لا يجب تهويل الأمر. نحن الآن نتصدر المجموعة وسنحافظ على ذلك في اللقاء القادم. أنا أسامة، أنت تابعت المباراة، كيف تفاعلت الجماهير المغربية مع المقابلة؟ بالفعل بشرى، الجماهير المغربية حضرت لملعب لوران بوكو بأعداد محترمة وخلقت الحدث سواء داخل أو خارج الملعب، كما سنشاهد في هذه الصور التي أخذت من طرف طاقم القناة الثانية مباشرة بعد نهاية اللقاء. للأسف لم يحالفنا الحظ كي نسجل الهدف الثاني، لكن كنا جيدين. ديما مغرب، لقد كانت مباراة صعبة على اللاعبين بعاملي الحرارة والرطوبة، قدموا مباراة جيدة. تساعدوا راه مزيان، غنكملوا بومي تروازيام ماتش، وديما ديما المغرب، عاش المغرب، الله ينصر سيدنا. كنشكروا المنتخب بهذه المقابلة الزوينة، ونحن فرحان بهم بشحال ما كانت النتيجه، حنا فرحانين بهم، وباش مساكين يلعبوا في هذه الرطوبه وفي هذا الصهد وفي هذه الاجواء اللي صعيبه بزاف، راه ما يحكموش كيشوفوا من التلفازه اللي عايش معاهم، راه حنا اللي في المدرجات وواحد الصهد، راه داك الشيء راه بزاف، والله ينصرهم الله ينصرهم، وديما مغرب وديما مغرب. نعم، بعد هذه المقابله ماذا ينتظر المنتخب الوطني الان؟ إذن المنتخب الوطني الآن لا تزال أمامه مباراة ثالثة أمام منتخب زامبيا، مباراة من أجل تسيد المجموعة السادسة واستغلال تعادل كل من تنزانيا وزامبيا، وذلك لترتيب الأوراق وتأكيد الاستفادة من مباراة اليوم والبحث عن العبور على رأس المجموعة. والأكيد أن مرور المنتخب الوطني بشرى على رأس المجموعة يجعل مباراته القادمة في دور ثمن النهائي تلعب هنا بمدينة سان بيدرو، والتي يمكننا القول أن لاعبي المنتخب الوطني استأنسوا بأجوائها على الرغم من درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية بشرى. ففي هذه اللحظات التي أتحدث فيها إليك فنحن نتصبب عرق بفعل الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة، فما بالك في التوقيت الذي أجريت به المباراة؟ نعم، شكرا جزيلا لك أسامة العبادي، كنت معنا مباشرة من سان بيدرو. هذا وحرصت الجماهير المغربية على متابعة المباراة منذ انطلاق صافرة البداية، كما سنتابع في هذا النموذج من أحد الفضاءات التجارية بمدينة الدار البيضاء مع أنس فوبار ونبيل بخوش. داخل هذه الخيمة العملاقة كانت الجماهير على موعد مع متابعة مباراة الأسود ضد فهود الكونغو. أمام شاشة كبيرة تسمر حوالي 2500 شخص من مختلف الفئات السنية، خلقوا أجواء احتفالية وتفاعلوا مع أطوار المباراة بكل حماس كما هو الحال هناك بالأراضي الإيفوارية. الأجواء المغربية والجمهور المغربي طبعا متفاعل مع الكرة بطريقة اللي هي الرياضية، وتفاعل الجمهور شيء طيب في المغرب. أداء المغرب كان جيد شيئا ما، ولكن نطلب منهم الكثير والمزيد. نتمنى إن شاء الله يجيبوا لنا الكأس كيف إن شاء الله كنا كنتمناو ديما، مي هذا العام سي إكسيبسيونيل، لومبيونس كل شيء كان رائع. صراحة أجواء رائعة جد رائعة، سيريوزمون حنا يعني كتشوف العائلات جايين يسبورتيو المغرب، كتشوف جميع أنواع الناس حاضرين هنايا. بتركيز كبير تابعت الجماهير تفاصيل المباراة الثانية للأسود بكأس إفريقيا، مباراة وإن لم يحقق فيها المنتخب الوطني المطلوب إلا أن الأنصار متفائلون بمستقبل كتيبة الركراكي في هذا العرس القاري. أنا من روسيا وساكنة في المغرب في كازابلانكا، أنا ديما سبورت لكيب دو ماروك، اليوم جيت باش تفرج ماتش سبورت ماروكو.
واخا تعادلنا ماشي مشكل، المهم الدراري لعبوا تبارك الله وكاين الرطوبه وانتم راكم عارفين وبرافو ليكيب وحنا راه غاديين مزيان، وتحيه للمنتخب المغربي كنموتوا عليكم. حنا فيت بدينا هذا لو كونسيبت في 2018 كاس العالم ديال روسيا، درنا لو كونسيبت ديال لا فان زون و لي جون اون بوكو ابريسيي وعاودناه ودوبوي تنديروه شاك اني. هذا الفضاء اكتظى بالجماهير المغربية التي تدعم الأسود وتقف خلفهم على أمل أن يعودوا بالكأس القارية التي طال انتظارها. والأجواء ذاتها عاشتها الجماهير في مركب الأمل للتنس بالدار البيضاء كما سنتابع مع عثمان بخاري ويوسف الغازي. لحظات قبل اللقاء كل شيء توقف من أجل تشجيع الأسود في مباراة كانت صعبة من جميع الجوانب. الجماهير المغربية من جميع الفئات والأعمار شجعت العناصر الوطنية بحرارة عالية من البيضاء. نفس تلك الحرارة كانت عائقا بسان بيدرو أمام الأسود لاقتناص النقاط كاملة. كنا احنا سباقين في التسجيل وكنا أننا يكون الماتش ديالنا كما كنعرفوا اجواء افريقيه ديما بحال هكا، والكره كما كنقولوا حنا بالدارجه ما كتكونش فاتقه. كانت مباراه مميزه وممتازه وعجبنا اللعب ديال المغرب، ولكن للاسف القدر خلانا نتعادلوا ناخذوا ان بوان، ماشي مشكل، المهم خدينا ان بوان ديالنا. مع بدايه اللقاء ذقت الطبول فرحا بهدف اللاعب اشرف حكيمي، هدف مبكر للأسود طمأن الجميع وأثلج الصدر كإشارة على أن الأسود سيمتعون فيما تبقى من اللقاء لتنطلق الأفراح. لكن حرارة إفريقيا والعامل البدني للاعبين كان عائقا أمام تلك الفرحة. الكونغو ليست بفريق سهل، بل بالمقابلة الأولى حصل فيها التعادل، لا يمكن أن ينهزم في المقابلة الثانية، إذا أعطى كل ما عنده باش وصل لهذاك التعادل. المغاربة من طنجة الكبيرة كنقول يعني الوليدات ديالتنا ديال الأصل ديال المغربي خصهم ما يثيقوش نهائيا، وإن شاء الله البطولة كاينة وإن شاء الله غادي نكونوا في فينال بإذن الله يا رب العالمين. الكل ساند وشجع أسود الأطلس حتى النهاية، فالجماهير كانت على يقين أن العائق كان طبيعيا وأن اللاعبين قدموا كل ما لديهم في مقابلة لم تكن بالسهلة. هذا وعبر المغاربة عن دعمهم ومساندتهم لأسود الأطلس بمدينة العيون. المتابعة الجماهيرية كانت كبيرة بساحة المشور كما سنتابع مع يوسف ويشو وزهير هنا. الجماهير وكعادتها لم تخلف الموعد مع متابعة مباريات أسود الأطلس هنا بساحة المشور وسط العيون في ثاني ظهور لمنتخبنا الوطني في كأس الكان. جماهير كلها حماس وتشجيع ودعم للأسود. اليوم احنا جينا لساحة المشور على أن نشجعوا المنتخب الوطني رغم التعادل، احنا رانا فرحانين، رانا مازلنا في الصدارة، وهذا لا يفقدنا امل. نهار الاربعاء ان شاء الله مع التاسعه غيبين ان شاء الله وغينتصر وغنكونوا على راس المجموعه. جينا اليوم لساحه المشوار باش نتفرجوا في المنتخب الوطني ديالنا، وحنا رغم التعادل كنشجعوهم وديما مغرب. ان شاء الله يجيبوا لنا الكاس ويفرحونا مره اخرى ويعوض عليهم الله مره اخرى ان شاء الله. الألوان الحمراء والخضراء زينت المكان كتعبير من هذه الجماهير عن عشقها للمنتخب الوطني الذي يسعى إلى تدوين اسمه في هذا الاستحقاق الرياضي الإفريقي. المغرب الحمد لله ما كيفكر هذا الماتش، كيفكر الماتش الثاني، وهذا الحمد لله رانا مكلاسين الأولين وغادي نتخطاو وغنتخطاوهم على رأس المجموعة إن شاء الله. هذا التهنيت والحمد لله، احنا بعد الأداء اللي كان في المونديال عندنا نعرفوا بحالاش نخطوا ولا نمشوا بعيد إن شاء الله ولا نجيبوا كأس إفريقيا إن شاء الله. ان شاء الله المره الجايه مربوحه ان شاء الله، وما واخا مابقاش فينا الحال تعادل، ولكن ان شاء الله ديما مغرب ديما رابحين ان شاء الله. محطه ثانيه تطوى اليوم في انتظار اخرى ثالثه يوم الاربعاء في رحله البحث عن اللقب الافريقي. وباكادير امتلأت المقاهي بالمشجعين الذين تابعوا بترقب شديد المباراه وكلهم امل في تحقيق المنتخب لنتائج ايجابيه ومطارده حلم التتويج بكاس الامم الافريقيه. طارق غانم ويونس سلام الدين. بكل الوسائل الممكنة يساندون ويقدمون الدعم للمنتخب المغربي في ثاني مواجهته بكأس الأمم الإفريقية. شوارع أكادير تزينت للحدث الكبير، ضبطوا عقارب ساعتهم على توقيت مباراة المنتخب ونظيره من الكونغو الديمقراطية. كل الأعين صوبت في اتجاه الظهور الثاني للمنتخب في المسابقة،
نتيجة التعادل لم تمح رسائل التفاؤل والتشجيع من الجماهير إلى أسود الأطلس. فرحانين بزاف بهذا الشيء اللي كامل اللي دار المنتخب من نهار بدينا حتى لدابا. دار واحد الغزو اللي عاجبنا حنا بزاف كجمهور. بعدا حنا مساندينو دو ا ا زد في الناس ديال اكادير كاملين. حنا مساندينو دو ا ا زد. حنا جينا خلينا هذا الشيء ماشي غير نتفرجوا في كره، نتجمعوا كاملين نهزوا الرايه المغربيه نفرحوا ببلادنا. انا سعيده جدا للتواجد هنا بالمغرب، اساند المنتخب المغربي، انه بلد رائع. فرحة الهدف الأول لم تكتمل، الجماهير المغربية تابعت بترقب شديد أجواء المباراة التي أجريت على الساعة الثالثة بعد الزوال وسط ارتفاع كبير في درجة الحرارة، لكن النتيجة ترى فيها الجماهير المغربية مناسبة للوقوف وراء المنتخب ودعمه في قادم المباريات الهامة. نتمنوا للمنتخب مسيرة موفقة، ونتمنوا تنشحنا هنايا من أكادير تنشجعوا الدراري وتنشجعوا كل شيء الحمد لله، ونتمنوا الفوز للمنتخب، ونتمنوا ليه إن شاء الله الفينال إن شاء الله إذا بغى الله. دعم ومساندة لا مشروطين تقدمهما الجماهير المغربية للمنتخب وهو يخوض غمار الكان، والرغبة القوية في إنجاز تاريخي وأن يسمع زئير الأسود من قلب الكوت ديفوار. وبمدينة فاس تفاعل الجمهور بشكل إيجابي مع أداء كتيبة وليد الركراكي في أجواء يرصدها لنا أسامة أفقير وحمزة الصالحي. في جو مليء بالفرح تابع أهل مدينة فاس في مختلف مقاهي المدينة وفي المنازل مباراة أسود الأطلس. الفريق الوطني قدم أداء بطوليا طيلة 90 دقيقة. خرجنا تعادل 1-1، فرحانين بزاف وان شاء الله المباراه الجايه تكون احسن ونتفوقوا ان شاء الله. واخا خرجنا بالتعادل الماتش الجاي ان شاء الله نربحوا. ادعوا معنا المغاربه ديما مغرب. كان كلينا اننا نربحوا ولكن ماشي مشكل، المره الجايه ان شاء الله نقدروا نربحوا. رغم التعادل تشجيع الفريق الوطني استمر ولم ينقطع، لأننا نعرف جيدا كفاءة اللاعبين. أسود الأطلس دائما في القمة وعلى رأس المجموعة بنقاط مهمة وعددها 4. فرحانة بزاف المغرب ديالنا وديما مغرب، والمرة الجاية إن شاء الله نكون أحسن. المقابلة كانت زوينة وكنتمنى نديو الكأس إن شاء الله. داروا مجهود وكنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في المباراة المقبلة. كانوا دايرين مجهود كبير بزاف والحمد لله وعاش الملك وإن شاء الله ناخذوا الكأس. داروا اللي عليهم وخرجنا بتعادل مزيان، ولكن نتمنى لهم التوفيق في الماتش الجاي ان شاء الله. الاسود تبقى اسود. نحن ساكنه المدينه الروحيه للمغرب نقول لكم شكرا على هذا الاداء الاكثر من رائع، ونسال الله تعالى لكم التوفيق في المباراه المقبله. ومن الأخبار الرياضية السارة، المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة يتأهل إلى نهائية كأس العالم كولومبيا 2024 خلال المباراة التي جمعته بنظيره الأثيوبي بأديس أبيبا والتي انتهت رغم ذلك بفوز هذا الأخير بهدف نظيف، ويعد هذا التأهل الأول من نوعه للمنتخب المغربي في هذه الفئة. نغلق هذه الصفحة الرياضية ونتوجه إلى الرياض التي تحتضن أشغال الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي بحضور نخبة من الاقتصاديين من البلدين بغرض التباحث حول سبل توسيع مجالات الاستثمار. منى اليحيوي وعثمان مواضيع. لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكتين انطلقت اليوم أشغال الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي بمدينة الرياض، ملتقى حج إليه أكثر من 100 شركة مغربية تمثل أزيد من 20 قطعا تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب للقاء نظرائهم السعوديين والمنضويين تحت اتحاد الغرف السعودي. اليوم نسعد في الاتحاد بزيارة وفد رفيع وما يقال تقريبا 116 رجل أعمال. نتطلع اليوم إن شاء الله إلى التوصيات اللي بتتم إن شاء الله ونفعلها لتنشيط التجارة بين البلدين، بين السعودية وبين المغرب. الاستثمار مهم بالنسبة للشركات المغربية وكذلك حتى في المغرب بالنسبة للشركات السعودية. العلاقات التجارية ما بين المغرب والسعودية في 2023 دار اكثر من 5.7 مليار ديال الدولار. هادشي مزيان ولكن حنا كان
كان عندنا طموح نكونوا اكثر. الملتقى فرصه للتباحث وتبادل الخبرات وايجاد موطئ قدم الشركات المغربيه بالسوق السعودي. وعلى هامش الملتقى تم عقد المجلس الاقتصادي السعودي المغربي والذي تطرق الى العوائق والصعوبات التي تواجه المملكتين للرفع من الاستثمار بينهما والخروج بتوصيات باقامه صناديق استثمار وفتح خط بحري مباشر بين البلدين فضلا عن فتح السوق المغربي امام المقاولات الصغرى والمتوسطه المغربيه. كمجلس رجال الاعمال درنا دراسات باش شفنا شنو الامكانات اللي موجوده بين بلدينا والمواد وكذلك القطاعات اللي عندنا بزاف ديال الامكانات باش ننجحوا فيها هنا في المملكه السعوديه. وكذلك درسنا شنو العوائق اللي تتوقف في وجه المستثمرين لا المغاربه ولا السعوديين. اخواننا في المملكه المغربيه من جهه اتحاد المقاولات العام ومن جهه المراكز الجهويه للاستثمار في 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 انشاء علاقه استثماريه في المملكه العربيه السعوديه والمشاركه في المشاريع التي جميع انحاء العالم ينظرون لها ان المملكه العربيه السعوديه يعني مقبله على استحقاقات تدعم الاقتصاد. الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي فرصة للرفع من المبادلات التجارية بين المملكتين والتي وصلت عام 2022 $4 مليار، حيث يحتل المغرب المركز 26 في قائمة الصادرات السعودية والمركز 35 في قائمة الواردات. لتحفيز النمو تعمل المملكتين على تشجيع القطاع الخاص من خلال خلق فرص استثمارية بينية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفقا لرؤية 2030 والتي تروم من خلالها المملكة العربية السعودية تنويع اقتصادها والتقليل من الاعتماد على النفط. من اليحياوي، هشام بهلوان، الرياض. وللمزيد من التدقيق حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مراكش السيد عادل بورزوق، أستاذ في الاقتصاد. أهلا ومرحبا بك. إذا المنتدى للأعمال مغربي سعودي في الرياض ينعقد، وحجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بشكل قياسي بنسبة تفوق 220%، ورغم ذلك يعني تبقى المبادلات أو لم ترقى بعض هذه المبادلات إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، لماذا برأيك؟ نعم، هو صراحة حسب المعطيات التي أعطاها رئيس اتحاد الغرف كيبان أن المبادلات التجارية والاستثمارات اللي كاينين والشراكة عرفت نجاح مهم، أنها تجاوزت 200%، إلا أنها مازال ما وصلتش الأهداف اللي كانت مرسومة لها بحكم كاينين بزاف ديال العراقيل اللي هما عندهم أبعاد إدارية من المساطر الإدارية بالنسبة للمساطر الجمركية والقيود الجمركية المفروضة على المستثمرين. كان عراقيل ايضا القانون المنظم للملكيه الفكريه كانوا فيها مشاكل اللي خلات ان المستثمرين متخوفين باش انهم يدخلوا باستثمار بالدخل ديالهم كامل في الاستثمار بين العلاقه بين الشراكه اللي كاينه بين المغرب والمملكه السعوديه. ايضا كاين المساطر الاداريه المتعلقه بالتمويل اللي فيهم مشاكل بالنسبه للمقاولات، وهادو كلهم كانوا عراقيل اللي خلاو ان المستثمرين كيفكروا وما قدرناش اننا نوصلوا السقف او النسبه المحدده. كيف يمكن يعني تجاوز بين المغرب والمملكه السعوديه؟ يعني تحدثت عن العراقيل والتي تتعلق مثلا بالمساطر الاداريه، برايك يعني كيف يمكن يعني تجاوز هذه العراقيل، وكيف هو السبيل يعني الى المزيد من تطوير يعني للعلاقات الاقتصاديه وتشجيع الاستثمارات؟ وصراحه للعلاج من هذه العراقيل وهذه المشاكل، اول حاجه هو اننا خصنا نبسطوا شويه المساطر الاداريه المتعلقه بالاستثمارات والمبادلات التجاريه، وهذه الاستثمارات هذا التبسيط ديال المساطر خصها تشمل جميع الميادين الاداريه والماليه وكذلك المساطر الجمركيه. وايضا يجب اعاده الهيكله واعاده القوانين المنظمه للاستثمارات داخل البلد سواء في المملكه المغربيه او المملكه السعوديه. هذه القوانين اللي كانوا شويه تخوفوا المستثمرين وما خلاوهمش انهم يدخلوا باستثمارات هامه
عامه وخلاهم ينقصوا شويه من البضائع والكميات ديال المنتوجات اللي الصادرات ديال المغرب. انا كنشوفوا ان الصادرات اي نعم ارتفعت بالنسبه للمغاربه دونك ارتفعت تقريبا الصادرات السعوديه للمغرب بنسبه 200%، اما الصادرات المغربيه فارتفعت بنسبه 153%، وهذا بالاخص اول مشكل اللي كان بالنسبه لهذه الشراكه. واضح، شكرا جزيلا لك عادل برزوق استاذ في الاقتصاد، كنت معنا مباشره من مراكش. وفي ظل تطورات الوضع في قطاع غزة حيث سقط ما لا يقل عن 25 ألف شخص منذ اندلاع المواجهات بين إسرائيل وحماس التي طالبت اليوم بوقف العدوان الإسرائيلي فورا على قطاع غزة ووقف ما وصفته بالجرائم والإبادة الجماعية. يونس رفيق. طالبت حركة حماس بوقف فوري للعدوان على قطاع غزة مؤكدة في وثيقة نشرتها اليوم أن هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل كان خطوة ضرورية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ونفذ جيش الاحتلال اليوم عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي استهدف منازل المدنيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وفي مخيم الشاطئ وحي الزيتون وتل الهوى بمدينة غزة شمالا وبيت لاهيا وجباليا وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء فيما لا زال العشرات تحت الأنقاض. حصيلة الشهداء تجاوزت 25 ألفا في اليوم 7 بعد 100 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويتدرع جيش الاحتلال بوجود مخابئ للفصائل الفلسطينية لتوجيه ضرباته العشوائية. وفي رفح ألقى الجيش الإسرائيلي مناشير على الساكنة تظهر صور الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس وتدعو النازحين إلى رفح بالإبلاغ عن مكان تواجدهم إنهم أرادوا العودة إلى منازلهم أحياء. وفي رفح أيضا قتل 5 أشخاص بينهم امرأة في قصف استهدف سيارة مدنية. وفي تل أبيب تظاهر آلاف الإسرائيليين للمطالبة بإعادة الرهائن وإجراء انتخابات مبكرة لإطاحة نتنياهو الذي يرفض حل الدولتين، هذا الحل الذي تعتبره الأمم المتحدة حقا للشعب الفلسطيني. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا أمس السبت أن الجميع يجب أن يعترف بهذا الحق. دوليا دائما بعاصمة أوغندا كامبالا انطلقت اليوم أعمال النسخة الثالثة من قمة الجنوب بين مجموعة 77 والصين، والتي يمثل فيها ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا وتنظم هذه القمة تحت شعار لا نترك أحدا خلف الركب، وستمتد اليومين حيث ستطرح العديد من القضايا كتغير المناخ والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والاقتصاد الرقمي والتجارة والاستثمار. على صعيد آخر، نجحت اليوم عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش في توقيف مواطن بريطاني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية مزيفة للتنصل من مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف القضاء البريطاني، حيث كان يمثل موضوع نشرة حمراء صادرة عن منظمة الانتربول بطلب من السلطات القضائية البريطانية في قضية جنائية تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات وتبييض الأموال وحيازة السلاح الناري، وقد تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بمدينة مراكش للبحث معه حول ظروف وملابسات ارتكابه لجريمة التزوير واستعماله، وذلك بالموازاة مع سريان مسطرة التسليم التي يجري تنفيذها طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراءات التعاون الدولي في المجال القضائي. بالرباط، تم اليوم بعد صلاتي الظهر والجنازة بمسجد الشهداء تشييع جثمان الراحل عباس الجراري مستشار صاحب الجلالة سابقا الذي توفي أمس عن سن 86. وبتعليمات ملكية حضر مراسم الدفن مستشار صاحب الجلالة فؤاد علي الهمة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى جانب أفراد أسرة الفقيد وأقاربه وذويه وعدد من الشخصيات الأخرى. روبورتاج يوسف لطفي والتحرير لمريم أملال. هو مستشار ملكي سابق
أيضا مفكر ناقد مثقف وأكاديمي بارز أثر المكتبة العربية بعشرات المؤلفات في الأدب والتراث الإنساني. عباس الجراري يترجل عن صهوة الحياة ولعائلته ومن رافقوه كزملاء مناقب عديدة لنعيه. الأخ عباس كان رجل عظيم، أستاذ الأجيال، حياته كلها كفاح. فالرجل أسدى للثقافة المغربية، إن العطاءات والإضافات والتكوين والعناية ما يشهد به الخاص والعام وتشهد به أيضا أعماله الكثيرة. قيد حياته اشتغل الراحل خلال ستينيات القرن الماضي بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية بعد حصوله على الدكتوراه في الآداب بمصر. عمل أيضا أستاذا جامعيا وبصم اسمه كقامة وعلامة كأحد أهرامات الأدب المغربي والعربي. فهو علامة مشارك، باحث متمكن، خطيب أصيل، شاعر، أديب، ولكن من جانب آخر لابد أن نقول إنه مؤسس النهضة الثقافية المغربية بامتياز. نافح من أجل الدفاع عن الهوية الوطنية. عمد عميد الأدب المغربي إلى تكوين جيل من الأساتذة الجامعيين والباحثين الذين يشتغلون اليوم في مختلف جامعات المغرب، ولا ننسى أن نشير إلى ناديه الأدبي. وكأهم الدارسين لفن الملحون وحمايته، كان هذا آخر ظهور للفقيد عباس الجراري منذ أسابيع قليلة خلال احتفال الوزارة الثقافة بتصنيف الملحون تراثاً عالمياً للإنسانية. فالراحل أيضاً رئيس لجنة الملحون بأكاديمية المملكة المغربية. رحم الله الفقيد. في بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بسواحل مدينة الداخلة، اعترضت أمس عناصر وحدة مراقبة الساحل قاربا مطاطيا جانحا كان قد أبحر من السواحل الموريتانية باتجاه جزر الكناري، وعلى متنه 108 أشخاص مرشحين للهجرة غير الشرعية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم امرأة وفتاة و28 قاصرا. تم إنقاذهم وتقديم الإسعافات اللازمة لهم قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات. في الخبر الثقافي، فازت المسرحية المغربية تكنز قصة تودة بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وذلك في ختام النسخة 14 لمهرجان المسرح العربي ببغداد. المسرحية هي من تأليف طارق الربح وإسماعيل الوعربي وأمين نصور، الذي أخرج هذا العمل المستوحى من التراث الثقافي المغربي والذي يستحضر من خلاله تاريخ وحضارة منطقة ورزازات. ومخرج هذا العمل أمين نصور ينضم إلينا مباشرة من مراكش. مساء الخير. إذن ألف مبروك التتويج لك ولفريق العمل. يعني مسرحية كنزة قصة تودة أفضل عمل مسرحي في مهرجان المسرح العربي بالعراق، ماذا يمثل ذلك بالنسبة لكم؟ مساء الخير. أولا هو فخر كبير لنا، أولا كفرقة مسرحية، فرقة فوانيس بن وزازات، ولكل المسرحيين والمسرحيات المغاربة، وهذا دليل على أن المسرح المغربي الحمد لله الآن في الرياضة العربية. يعني المنافسة لم تكن بالسهلة بالنسبة لكم، أكثر من 10 دول تشارك والأعمال المقدمة تجاوزت تقريبا 12 عملا، ولجنة التحكيم أيضا لم تكن يعني سهلة، فقد كانت تضم كبار الفنانين ورئيسها هو الفنان السوري القدير أيمن زيدان. كيف عشتم تلك الأجواء؟ صراحة أجواء منافسة شريفة، أجواء أيضا كانت تتسم بحضور يعني مدارس مسرحية عربية عريقة، وأن نشارك في هذا المهرجان في المسابقة الرسمية وأمام لجنة يعني من القامات والهامات المسرحية الكبيرة على المستوى العربي يترأسها الفنان الكبير أيمن زيدان، وأن نفوز بالجائزة، وكما قالها السيد أيمن زيدان بالإجماع، فهذا شرف وفخر لنا
كبير جدا. كنا سعداء صراحة، وكان يعني تملأنا الفرحة، خصوصا أن التتويج لم يكن في أي بلد، فهو من بلاد الرافدين العراق، ونعرف رمزية هذا البلد خصوصا لدينا نحن المغاربة. نعم، بلد عريق. ماذا عن قصة هذا العمل وكيف اشتغلتم عليه؟ هذا العمل هو نتاج ورشة اشتغال يعني امتدت لسنتين من البحث حول الفرجات الشعبية في الجنوب الشرقي. اشتغلنا على فرجة أحواش وحاولنا أن نعالجها دراميا من خلال قصة استمدناها من قصص الأطلس الكبير، وحاولنا أن نعالجها دراميا ونقدمها مع مجموعة من الجماليات الفنية، واستلهمنا أيضا التراث الأمازيغي الأصيل من خلال فن الرويس وغيره من الفنون. إذن كان المسرحية يمكن أن نعتبرها يعني مزيج من الفنون المختلفة تنهل من الهوية المغربية الأصيلة، وهذا هو الجميل في الأمر، أن العمل أصيل ويمثل ثقافتنا وحضارتنا المغربية، وأن يتوج عربيا فهذا يدل على أن المغرب الحمد لله يفتخر بهويته حتى على المستوى العربي. طبعا هذا فخر لنا كمغاربة. شكرا جزيلا لك أمين نصور، ومرة أخرى ألف مبروك لك ولطاقم العمل. بقي أن نذكركم مشاهدينا بأبرز ما جاء في هذه النشرة. المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لكأس إفريقيا للأمم في انتظار حسم التأهل في الجولة المقبلة. نهاية هذه النشرة، يمكنكم الاطلاع على باقي أخبار الوطن والعالم على موقعنا الإنترنت دوزان.ما أو على تطبيق ماي دوزان. طابت أوقاتكم أينما كنتم.